والكلام طبعا هي عمليه تكريم لا عمال النظافه والصرف الصحي لا موظفي بلديه طول كرم، ونخص بالذكر عمال النظافه والصرف الصحي. طبعا التكريم تحت رعايه جوال مشكورين، وبنشكر كمان اخواننا في جوال على هذه اللفته الكريمه اللي دائما عهدناهم كل سنه من هذا الشهر في عمليه تكريم الموظفين. ففعلا اذا حكينا عن الموظف النظافي هو النبض لبلدية طول كرم والنبض لمدينة طول كرم اللي دائما بهمهم جمال طول كرم، نظافة طول كرم، فهذا أكل عمل بنكون فيه اتجاه أخواننا عمال نظافة بلدية طول كرم. حقيقة من ضمن يعني التزام شركة جوال ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، اليوم شركة جوال بتكون بالتعاون مع بلدية طول كرم بتكريم العمال بمناسبة عيد العمال العالمي. أخذنا جزء من العمال اللي هو عمال النظافة، عمال الصرف الصحي اللي موجودين في العمل الميداني، لنحكي لهم كلمة شكرا على مجهودهم الدائم وعطائهم الدائم وتعبهم اللي موجود دائما في الصيف وفي الشتاء. ومهما كان هذا التكريم إن شاء الله أنه بيرقى لرمزية جهودهم الدائمة، وبكون يعني لفتة كريمة من البلدية ومن لجنة العاملين ومن شركة جوال اللي تعاونوا لإبراز هذا الجهد الكبير اللي لهم. ونتمنى إن شاء الله أن يكون تكريم لائق فيهم، وهو أحد المناسبات اللي نتمنى نكررها دائما في ضمن تعاوننا الدائم مع بلدية طول كرم وشركة جوال، اللي هو تعاون استراتيجي وإن شاء الله بيكون للأعلى.